نستمتع دائما معاكم مشاهدينا في فقراتنا في صباح الخير يا كويت. واحلى الفقرات هي لما نلتقي بالضيوف، خصوصا اذا كانوا حضورهم معنا هو اول مره، نسمع منهم وندردش معاهم. اليوم ان شاء الله بنتكلم في هذه المساحه الحواريه عن جهه من جهات دوله الكويت اللي لها الدور الفعال اليوم في تطبيق القوانين واللوائح، الا وهي بلديه الكويت. لكن بلديه الكويت مثل ما انتم عارفين مشاهدينا لها ادارات كبيره ومتشعبه وموظفين وايد وقطاعات مختلفه. اليوم حبينا نخص جهه او اداره معينه في بلديه الكويت. نعم. واكيد يعني اليوم بنسمع من مدير هذه الاداره الكثير من المعلومات. نعم اكيد اليوم معنا المهندس خالد بعركي، مدير اداره التراخيص الهندسيه. بالفتره الاخيره كثير من التساؤلات، ما هو مسموح وما هو الممنوع. اتوقع مساحتنا الحواريه تهم جميع مشاهدينا. صباح الخير مهندس خالد وحياك الله. صباح عليكم وصباح على المشاهدين، واشكركم على الاستضافه وان شاء الله نقدم لهم. حياك الله ابو عبد الله، واحنا سعداء في وجودك معانا، وان شاء الله ندردش معاك ونجاوب على بعض الاستفسارات، خصوصا الناس اللي عندهم بنيان اليوم، يعني لابد ان يمرون عليكم اكيد في اداره التراخيص الهندسيه في بلدية الكويت. في بدايه هذا اللقاء بس، لكن شنو حاب تتكلم عن هذه الاداره قبل ما ادخل معك في الاسئله؟ اداره التراخيص الهندسيه هي اداره هندسيه من مجموعه ادارات في بلديه الكويت في جميع القطاعات. تختص هذه الإدارة في كونها إدارة تراخيص للبناء وتراخيص المحلات، زائد هي الموقع الرئيسي للملفات الأرشيف طبعا للعقارات الموجودة. نعم مهندس، هل هناك يعني نقول أمور استجدت في القوانين أو في اللوائح؟ هي طبعا أكيد. في بالنسبة صدر مؤخرا اللي هو قانون البناء الجديد اللي هو 288 على 2024 بشان تنظيم الاعمال، اللي احنا نقول على قولتهم اللي مثل ما يحتاجون الناس او بعد الدراسه، اللي هي بشان تنظيم الاعمال في السكن الخاص والنموذجي. ففي بعض المستجدات اللي صارت مثلا زياده نسبه الالتصاق من 50 الى صارت الى 70، نسبه ارتفاع الالتصاق المجاور من 5 صار الى 6، ارتفاع المباني كان 15 صار 18. نعم. يعني في بعض التعديلات اللي صارت. صحيح. نعم. ودي اتكلم معاك بس كنبذه سريعه يعني عن انواع التراخيص اليوم، تراخيص البناء والزراعه والمظلات وغيرها، شنو هذه الانواع؟ هذه اداره هذا القسم يختص في مراقبه تراخيص البناء. هي تراخيص للعقارات، سواء كانت عقارات للسكن الخاص او الاستثماري، سواء كانت بناء، تعديل، هدم، ترميم. حلو. زائد المظلات والمساحات الزراعيه اللي هي التشجير. صحيح. وهذه طبعا ما حد يقدر يرخصها الا عن طريقكم. طبعا احنا اللي نرخصها، بس التطبيق او التقديم عليها عن طريق المكاتب الهندسيه والاستشاره والدول الاستشاريه. صحيح. وهذا ياخذنا حق سؤال مهم افتخار، وهنا بعض الناس اللي عندهم بنيان يحتارون احيانا في ترخيص خصوصا المظلات، هل ياخذون هذا الترخيص من المكتب الهندسي ولا هناك طريقه اخرى؟ فانا بتوضحها للناس قبل لا يقدمون على الخطوه. اللي عنده مظله يرخصها شلون؟ طبعا ظهر مؤخرا السيد المدير عام بلديه الكويت وشرح الموضوع هذا، واعتقد انه اثر فيه، بس نحب نقول ان التقديم عليه راح يكون عن طريق تطبيق سهل، يعني ما هو عن طريق المكاتب الهندسيه نفس الاعمال الباقيه في التراخيص. فصاحب العقار بس يدش على تطبيق سهل؟ اي نعم، مقدم الطلب ماله ويتم التفعيل عليه مطابقة مع تطبيق، ويوصلكم باشعار، يوصل الاشعار وتتم دراستها. وخلال ايش كثر يعني توصل موافقه غالبا؟ تبينا نتكلم بشكل عام عن الموافقات او مده الاعتماد. بالنسبه لتراخيص البناء، يعني اصدر المدير العام تعميم رقم 19/2024 بشان تسريع وانجاز المعاملات، فكانت المعاملات هذه تحتاج في السابق كانت تحتاج وقت طويل. وصلنا الى التعميم هذا اللي هو بشان تراخيص البناء. عندنا بالنسبة للسكن الخاص يوم دراسة ويوم عمل، بالنسبة للاستثمار والتجاري 3 أيام عمل. أما في تراخيص المحلات 3 أيام للاستعمال التجاري و5 أيام للاستعمال الاستثماري والاستعمالات الأخرى. ان شاء الله. نعم. يعني امور سهله مع تطبيق سهل، احنا دائما نقول يعني كثير من الامور وفر علينا. نعم. وجهد وايد. نعم مهندس خالد، يعني اليوم الناس عندها مخاوف، خلينا نتحكي شويه بشفافيه. نعم. ونخلي الاسئله على جنب. نعم. ونبي نتكلم باريحيه اكثر. اليوم انا عندي مظله،
مسموح ان انا احط مظله هل لعدد معين من السيارات ولا لا؟ يمكن البلديه تمر والازاله تي وتهد هذه المظله، والبعض الاخر عنده نقول البيوت الزجاجيه الخارجيه او بمعنى الخيم الخارجيه. لا. اليوم نحب نسلط الضوء على هذه النقطه، في تصاريح مسموح لي، في مبالغ ماليه يعني انا ادفعها للدوله بالمقابل يسمح لي ان انا اضع هذه المظلات او هذه الخيمه الزجاجيه؟ بالنسبه للمظلات احنا تكلمنا عن القانون نفسه اللي ذكر السيد المدير العام سابقا. المظلات لها مساحات معينه، لها اماكن محدده في القانون، راح يتم ان شاء الله الاعلان عنها، يعني قاعد نحط قلتهم البلديه قاعده تطلع بآلية منظمه ان شاء الله، بآلية ان شاء الله قاعد تنظمها. اي نعم قاعد تنظمها وان شاء الله تطلق في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله فراح يبين فيها كل الاشياء هذه واستعمالاتها وين اماكنها وعددها صحيح وارتفاعاتها في كل المواصفات ان شاء الله القياسيه مثل ما يكون. نعم انا متاكد ان شاء الله اي قانون يطلع ما راح يطلع عن طريق دراسه وتاكيد ان شاء الله ما يضايق احد، خصوصا ان اليوم في وايد اسئله بخصوص جانب المظلات هذه اللي تحمي السيارات من اشعه الشمس وغيرها. سؤال اخير عن المظلات وبعدين انتقل معك لمحور ثاني، بعض الناس يسالون عن تراخيص المظلات عبر الشارع. نعم هذا من ضمن نفس اللي مثلا بيحط مظلته عند مدرسه ولا عند مكان. نعم. هم هذا من ضمن الموضوع. ممتاز. نعم الارشيف الالكتروني والتساؤلات اللي يحتاجها المواطن، شو اللي يوفر الارشيف الالكتروني عشان نقول انجاز المعامله او معرفه يقول الخدمات اللي يقدمها؟ الارشيف الالكتروني هو عباره عن كل المستندات الموجوده للعقار ومخططات مرخصه، فاي بيانات تكون موجوده للعقار نفسه لازم تكون موجود لها ريفرنس. الملف هو الملف البيانات الاساسيه او القاعده للعقار، فتكون فيه المخططات المرخصه مثل ما قلنا وجميع المستندات الباقي وطبعا نقدر نقول في الاونه الاخيره بعدها عن طريق برنامج تطبيق سهل اصبح انك تقدر تدش على ملفك ويقدر يطلب تقدر تطلب ملفك خريطه البنيان مالت بيته تفتح المخطط وتفتح عن طريق المخطط وتطلع لك كل اوراق الكروكي وجميع المستندات الموجوده. ممتاز. نعم هذا حق اي شخص طبعا عنده اضافه او بيعدل في بيته بيبني دور ثالث او يبي يشوف يطلع على ملفه او بيطلع على ملفه يقدر ياخذها بكل سهوله. بروح معك على ايضا نقطه البناء اليوم والتعديلات اللي تصير، يعني احنا مثل ما تعرف يعني مهندس اليوم وايد بيوت قاعدين من دور ثالث والناس يعني تحتاج احيانا المصعد، فبعرف اتاكد منك من نقطه بخصوص المصاعد، كم مصعد يحق لي اني ابني داخل بيتي او احط لقواعد داخل البيت؟ لا. مصعد مصعدين ثلاثه ولا بس كل بيت مصعد واحد؟ لا بالنسبه للقرار الاخير اللي هو 288 على 2024 اللي صدر مؤخرا نظم العمليه هذه بالنسبه لمساحات القسايم، يعني مساحه القسيمه 750 واكثر يحق لك انك تسوي مصعدين، اما في 750 اقل يحق لك مصعد والمصعد الثاني اذا كان لا سمح الله وجود شخص ذو اعاقه وشريطه طبعا احضار شهاده اعاقه ويكون مقيم في المنزل نفسه عشان يعطونا الموافقه هذه اللي هي تعتبر زياده على المصعد الاساسي اللي هو الموجود للمساحات اللي اقل من 750. هو بناء على مساحه العقار نفسه. نعم يعتمد على مساحه العقار. نعم مهندس خالد نقول نتفق جميعا ان الحفاظ على البيئه وايضا على الشكل الجمالي للبلد هذا هو سن قوانين جديده بالمحافظه يعني والسماح في بناء او هدم. اليوم البعض يبي يستفسر يبي يعرف يمكن عند اشياء مسويها مباني قديمه اضافه او ازاله في خط ساخن ممكن، والبعض يعني نقول ما زال يجهل في طريقه الخدمات الالكترونيه. الخط الساخن البلدي اللي هو 139. نعم. وفي طبعا البريد الالكتروني اللي هو helpdesk@baladiya.gov.kw. نعم. وفي الاخوان الموجودين اكيد راح يردون على كل الاستفسارات الموجوده حسب الامكانيات الموجوده المتوفره، وان شاء الله في تطور من يعني حل المشاكل هذه والشكاوى. وسائل التواصل الاجتماعي الان في بلديه الكويت مو مقصرين اليوم في الرد على كل الاستفسارات، وايضا واتساب بلديه، تطبيق اي بلديه، نعم وايد يعني لكل اداره ما شاء الله يعني اختصاصها وشغلها في الرد على الاسئله، لكن نبي نعرف احنا اكثر الاسئله اللي توصلكم في الاداره والمشاكل والاخطاء اللي يقعون فيها اصحاب البناء اليوم قبل يجون عندكم او انه تشوف انه سوى معامله غلط او سؤال متكرر دائما يكون في الاداره شنو هو؟ اكثر الاسئله اللي تكون موجوده ان انا بنيت وما ادري. او انا ابي التصميم هذا وما توافقوا لي عليه. أيه؟ طبعا احنا تنظمنا لوائح موجوده. أيه؟ يعني يبني بعدين يطلب منكم في البعض طبعا. أيه؟ هذا اللي كان هو ما هو منظم شغلته ما هو منظم. أيه؟ اما في الوقت الحالي
عن طريق تقديم المعاملات والمخططات للدراسة، فهو يبي ديزاين معين أو شكل معين. الديزاين هذا ما يتطابق مع اللوائح المعمول فيها في بلدية الكويت، هو على قانون 206. تقصد يعني يتعاون مع مصمم ويوقع معه؟ اي نعم. ويسوي له التصميم؟ اي نعم. وبعدين ما يبي رخصة منكم بالبلدية؟ يتفاجئ انه ما يترخص. انه ما يترخص بناء على اللوائح الموجودة. اللي هو قانون 206 على 2009 وتنظيم الأعمال للبناء والجداول المرفقة. فهي هذه نقطة مهمة نذكر فيها الناس قبل تروح إلى مكتب تصميم أو تصمم من برا، أن تتأكد أن يطابق اللوائح والقوانين. في هالحالة شنو الحل؟ هل المفروض يراجعكم قبل يصمم، ولا يجيب المصمم معه ويجيكم الإدارة؟ لا طبعا أكيد هو دور التصميم الحين الحالي ما قامت البلدية هي اللي تسوي لك إياه وتدرسه. هذا الدور قام يقوم فيه الحين الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية. أكيد لما تروح أنت حق مكتب هندسي أو دار استشارية صاحبة خبرة تعرف أن هذه اللوائح ما تطبق على البلدية، وما تطبق على اللائحة الفلانية، ما تطبق على المساحة الفلانية، على استعمال العقار سواء كان استثماري تجاري. وهذه الشركات طبعا مصنفة، ها؟ أكيد طبعا هذه مصنفة ومعروفة في السوق، وأعطيتهم البلدية الحق في التصميم وتقديم المعاملة عن طريقهم. طبعا تقديم إلكتروني، تتم الدراسة مثل ما ذكرنا على حسب نوع الاستعمال، ويتم الرد عليها وتصدر الرخصة عن طريق المكتب الهندسي، ما في شيء في البلدية. نعم مهندس خالد، يعني نقول بعض العقار أو بعض السكن يكون قدامه مساحة أو ارتداد ويبي يزرعه، يعني ما يبي يسوي مواقف ولا يسوي يعني شيء لاستخدام الشخص، ولكن مجرد حديقة أو منظر جمالي. هالحالة لازم يلجأ لكم عشان ياخذ أيضا موافقة، ولا المساحة مستخدمة؟ نعم صحيح. عادي. نعم. نعم صحيح، هذه تنظمها لد تراخيص الزراعة. نعم. يتم التقديم عليها ويتم دراستها على حسب الارتدادات الموجودة أمام البيت. يعني في ارتدادات مسموح فيها. نعم. إذا كانت مسافة قصيرة ما تسمح، مساحة كبيرة على حسب المساحة، مساحات مشتركة تنظمها لجنة زراعة. نعم. فيتم الترخيص عليها حسب موقع البيت. يعني في البيت. شراكة ما بينكم وما بين الهيئة العامة للزراعة؟ في عندكم شراكات؟ لا مع جهات ثانية؟ في شراكات بس. نعم. هذا الموضوع ما تختص فيه اللي هي، لأن هذه. نعم. تعتبر مسطحات زراعية. نعم. في الارتداد الأمام للبيت في أملاك الدولة. نعم. فتنظمها البلدية عن طريق ترخيص نسميه احنا ترخيص زراعة. نعم. فهو استغلال مساحة مرخصة من ضمن اللائحة، فتاخذ الترخيص هذا، ويعتبر هذا الترخيص خدمه لك وتجميل. يعني اكيد طبعا. نعم. ابو عبد الله، بدي اسالك يعني ايضا عن المحلات التجاريه اليوم والتراخيص اللي تحتاجها صاحب المشروع التجاري. صاحب المشروع مثل ما انت عارف حاط يعني جهده ووقته في هذا المشروع، ويمكن يكون يعني حلمه في هذا المشروع، فهل هناك اخطاء اليوم ممكن يتجنبها صاحب المشروع قبل لا يبني، ولا بعض الملاحظات اللي بخبرتك يعني؟ هذا في تراخيص المحلات احنا نتكلم عنها التجاري. اداره التراخيص الهندسيه طبعا الشق الثاني اللي هو غير تراخيص البناء، اللي هو تراخيص المحلات. هذا الشق اللي هو يعتبر الشق التجاري، في تعتبر موافقات فنية. أكثر الطلبات هي عن طريق وزارة التجارة، يتم دراستها والرد عليها طبعا عالي. الأخطاء اللي قاعدة تصير من الناس تروح تاخذ نشاط أو تبي نشاط معين وتحاول تحطه في نوع استعمال ما هو موطن له، فتكون يعني فيه يختلف النشاط عن نوع ال. إيه احنا في البلدية يكون الرد عندنا فيها المواضيع هذه رد فني. إيه. فيكون النشاط كل نشاط له نوع استعمال. لو في مثال توضح لنا مثلا. إيه. ناخذ على سبيل المثال مثلا واحد يبي ياخذ مطعم. حلو. فمطعم لما نقول انت بتاخذ مطعم تحتاج مساحة. اذا اخذ مساحة اقل من المساحة اللي هي 24 بالنسبة للائحة، اللي هي لائحة 435 ل 2022، الاستعمالات هذه تحددت كل نشاط ولا مساحة. مثلا مطعم مساحته 24، لما أي شخص ياخذ النشاط هذا في مساحة أقل من 24، فإحنا نقول له من ضمن اللائحة على حسب الدراسة والمخططات المهمة موجودة نشاطك ما هو مسموح. فهني تصير هذه المشاكل اللي هي موجودة. والحل شو يسوي؟ يأجر المحل يمه ولا؟ لا، في حلول. هي طبعا أكيد إذا أنت تيجي تطلع أو تستفسر من البداية على الأماكن، لأن كل تدري أنت كل وحدة تجارية لها رقم آلي. الرقم الآلي هو دليلك على 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 موقع المحل. صحيح. طبعا هذا يربط مع المخططات الموجودة المرخصة. من الافضل الاطلاع على الانشطه والمساحات او اشتراطاتها قبل اتوقع العقد وقبل لا تاخذ. يفترض يعني هذا افضل. طبعا هو في الحين في قيد التطوير الحين اعتقد في اللمسات الاخيره. لا. اللي هو اضافه على موقع البلديه، اللي هو تحط نوع النشاط، تدش في استفسار تدش كنوع النشاط وتحط الرقم الالي وتستفسر النشاط هذا هل هو
مطموح في الاماكن في المكان هذا فيعطيك الرد بناء عليه انت تبني النشاط او اللي انت تبيه. نعم صحيح. مهندس خالد بسالك عن تصاريح البناء وخصوصا نقول السكن الخاص، اذا لحق اكثر من 3 ادوار. الثلاث ادوار ما هي كلمه ثلاث ادوار واقعيه، هي نعم. هي دور ارضي، هي نتكلم اول شيء سرداب ما هو محسوب بالمساحه. نعم. دور ارضي. نعم. دور اول. دور ثاني. هذا الحين صار عندنا 3 ادوار. نعم. على حسب المساحة، احنا المساحة تحكمها نسبة بناء. اي نعم. فنسبة البناء الحين لو وصلنا 3 امتار في 100 متر اذا انت من ضمن النسبة ما حققت الثلاث ادوار هذه. نعم. لك 100 متر اللي تكون البناء على السطح. كم النسبة كاملة مهندس خالد؟ تعتمد على مساحة القسيمة. على مساحة القسيمة. نعم. اي فكل قسيمة مساحتها تعتمد عليها نسبة بناء. نعم. سواء كانت 210 على حسب التنظيم الأخير. نعم. 210 أو 210 زائد 960 أيهما أكبر أو 210 فقط المساحات 750 وفوق، فهذه تحكمها المساحات. ممكن أنا أبني الدور بشكل أقل يعني أقل من المساحة اللي هو في الدورة، أقل من فيكون المساحة. عندي نسبة أكثر، ممكن أطلع عليها نسبة 100 متر كماكسيموم في السطح. فالناس تشوفها تقول هذا دور ثالث ولا دور رابع. رابع صحيح. لا هو دور، هو دور بناء فوق السطح. مساحة البناء تكون أقل من المساحة الأصلية حق الأرض تقصد صح؟ نعم. هذا مساحة البناء تكون أقل من المساحة الأصلية. لا هي مو مساحة الأصلية. هي كل عقار له مساحة. نعم. يعني محددة. محددة صحيح. على سبيل المثال خلينا نحسب المساحة. نعم. قسيمة 450. نعم. 400 متر. 400 متر نضربها في 210 تعطينا مساحة 960. تعطينا 840 زائد 120 اللي هي 960. 960 لما احنا نقسمها على 3 أدوار من غير السرداب زين ممكن نوصل إلى نسبة، ممكن إذا يكون عندي نسبة إذا شلنا منها مثلا نسبة الموزعات ومساحة المصعد على حسب القرار الأخير. نعم. فيكون عندي مساحة 100 متر أبيها على السطح، فهذه المساحة هذه توفر لك إياها يحق لي أبني فيها. إيه. فالناس تشوفها تقول هذا دور ثالث ولا دور رابع. صحيح. نعم. أنا متأكد من ضمن الارتفاعات طبعا لازم يكون ضمن النسبة اللي هي موجودة للي. نعم. أنا متأكد مهندس يعني الناس عندها وايد أسئلة واستفسارات، كل واحد عنده بنيانه غير ومساحة بيته غير، ويعني والكل يبي يتفنتق ويبي ها بنيانه يصير أحلى بنيان. فاحنا نقول يعني مروا إدارة التراخيص يعني اسألوهم يعني في حال يعني قدرتوا، التليفون يعني مو مقصر أيضا بعد. نعم. وإن شاء الله ما تقصروا أنتم معاهم في أكيد في الإجابة. نعم. على هذه الاستفسارات والأسئلة عشان ما نخطي خطوة خصوصا في البنيان، البنيان أي غلطة تكلف يعني اليوم. نعم صحيح. فيعني دقائق من وقتك إن شاء الله ممكن توفر على جيبك. أكيد. إن شاء الله. أكيد. بعض الأخطاء. وإحنا مكاتبنا مفتوحة وموجودة أكيد لأي استفسار إن شاء الله. أكيد طبعا. نعم. مهندس ودي بس تعطينا لو في بعض الخطط المستقبلية اليوم في الإدارة لتطويرها، هل هناك كلمة أخيرة حابة توجهها للناس؟ شنو حابة تقول؟ والله في البداية أساسا هو السؤال هذا يمكن دائما يدفع فيه السيد المدير العام في تطوير الإدارات، دائما يسأل ويحثنا على تطوير الإدارات. فمن ضمن الأشياء هذه رؤية البلدية أساسا. رؤية البلدية ومن ضمن رسالتها وأهدافها أن أنت تحسن بيئة العمل وتحسن الخدمات المقدمة لك. فدائما يكون في اجتماعات بين مدراء الادارات وادارات التراخيص، يعني نتكلم اذا عن شكل مدراء التراخيص نقوم في اشياء نستحدث اشياء نطور. حلو. نحاول نطور البرامج الموجوده وايجاد يعني برامج بديله ومطوره وتسهل اكيد استعمالات على الناس. اكيد استعمالات اكثر. صحيح. بالنهايه احنا يعني نبي نوصل نوصل حق الرضا. إيه. المستفيد من خدمات البلديه. نعم. ونحاول نطورها اول باول. في 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 دراسات مستقبليه ان شاء الله باذن الله هي قيد الدراسه، وان شاء الله نرفعها ان شاء الله السيد المدير، وهو طبعا شخص قدير في الموضوع هذا في 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 تبني هذه الاقتراحات وتطويرها وتمكيننا من استغلالها في البرامج التجاريه. اكيد ما يصلون بلديه الكويت يعني في كل الاجراءات والقوانين واللوائح اللي يجرونها وايضا الاجتماعات بقياده اكيد سعاده المدير العام السيد سعود دبوس وكل الوكلاء والمدراء اليوم في بلديه الكويت قاعد يعملون جاهدين لراحه المواطنين في التسهيل عليهم في معاملاتهم. فعسل يعطيهم الصحه والعافيه وقواكم الله. الله يعافيك. الله يعافيك. مشكورين على كل معلومه ذكرتها وعلى كل يعني كلمه انت قلتها، وانا متاكد ان وراء الكلام اللي قلته فريق عمل كبير. اكيد طبعا. وكلهم لهم التحيه والتقدير يعني. الله يسلمك. نعم. شكرا لك مهندس خالد بوركي. شكرا لك. مشاهد انتقل معاكم، كلنا نعرف ان الجمعيات هي خط الدفاع الاول للامن الغذائي. زميلنا عثمان سار الى التموين ونقول المخزون الغذائي او الاستراتيجي، نشوف معكم هذا التقرير.